لو سمحت لو سمحت ستارز، ممكن اخذ من وقتك دقيقة واحدة بس؟ لا شكرا كثير لحضرتك، انا معي معجون اسنان ما بتلاقي منه باي مكان ولا بالصيدليات بس عند العبد لله. هذا المعجون بيتضمن مادة فلوريد الامونيا الخارقة. فتحت امك استاذي؟ شافاك الله وعافاك. هي المادة بتنظف الاسنان وبتبيضهم. مفاجأتي خلصت؟ لا لسه. اليوم استاذي وبهذا المكان في معنا ثلاث نكهات، نكهة الفراولة ونكهة استاذي الكريم لو سمحت بس خليني اكفي كلامي بعد اذنك، راح اعطي لك العرض من اول وجديد. اليوم معنا ثلاث نكهات، نكهه الفراوله ونكهه التفاح ونكهه كلياتنا بنحبها وبنعرفها، نكهه النعناع. مفاجاتي خلصت؟ لا لسه. استاذي الكريم بهذا المكان اليوم راح اقدم لك عرض خاص بس لك، اذا بتاخذ ثلاث نكهات راح تربح معي فرشاه اسنان هديه. مفاجاتي خلصت؟ لا خلصت استاذي، انا ماني على قدي ولا تشوفني متكتف، ماني مارد، انا حيالله بياع معجون اسنان. اسحب من هون يعني استاذ، ما في داعي للاهانه فيك تقلي ما بدك تشتري تمام استاذ مشكور. لو سمحت خذ فكرة واشتري بكرة، أنا معي معجون أسنان بيخرب الأسنان ومعي فراشي كمان تخرب من أول استعمال، بس اشتري اشتري لأنه رجلي تعبوا من كتر الوقف واللف والدوران بالشوارع وما حدا بده يشتري، اشتري لأنه وجهي تعب وجهي تعب من كتر ما عم مثل وبحط أقنعة ومثل إني عم ببتسم وما حدا بده يشتري. اشتري مني يا أستاذ اشتري مني، مع إنه والله مفاجأتي ما بتخلص بس الأمر بيخلص والحيل بينهد. أنا مشلول ماشي بطريق مقفول من كل مكان وكل ما أسرع فيه بحس حالي ماشي بالعكس، أنا تعبت ما عاد أدران كفي، ما عاد استكمل شغلة، ما عاد أدران كفي. أبي أنا والله كبرت مثل ما قلت لك، أنا كبرت وصرت أصرف على حالي. احترامي سيدي، أنا مجد أمي خليكي لا تروحي أمي. أستاذي الكريم نحن بعنا البضاعة كلياتها أنا معي معجون أسنان ياخذك لآخر الكون، بخليك إنسان تاني بألف وجه. صحيح الدنيا مسرح كتير كبير ونحن فيها ممثلين،
بس حقيقتنا احلى من هيك بكتير. احلى 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 من النفاق واقنعة تافهة عم نلبسها بس لنبيع عواطف لنحصل على امل نحقق ذاتنا. حدا بده معجون اسنان؟ معجون اسنان، فراولة، نعناع، سربرايز، مفاجآت، معجون اسنان، معجون اسنان.